بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. موضوعنا نتناوله في هذا اللقاء هو موضوع كثير يعني له أهمية، ويعني نشوف كيف الجوانب القانونية تناولته وشو أهميته على الصعيد الفردي وعلى الصعيد الصناعي والاقتصاد بشكل عام. هو موضوع intellectual property. البروبرتي يعني ملكي. هناك نوعين من الملكي. النوع الأول اللي هو tangible property أو يطلق عليه traditional property. هذه اللي هي الممتلكات الفيزيائية الملموسة، يعني مثل اللابتوب اللي عندك، مثل أي شيء بتمتلكه مادي، يعني أراضي، بيلدينج إلى آخره. النوع الآخر من البروبرتيز، الملكيات اللي بيمتلكها الشخص، يطلق عليها intangible properties أو intellectual properties، اللي هي الملكية الفكرية، اللي عبارة عن the creation of mind، تشمل مثلا inventions, literary and artistic work and so forth. كل هذه أنواع البروبرتيز اللي أي واحد فينا بيمتلك. الآن إحنا موضوعنا راح يكون عن الانتلكتشوال بروبرتي، وراح نتكلم عن نوعين منها: الكوبي رايت، ملكية التأليف والنشر، والإندستريال بروبرتي اللي هي الملكية الصناعية. الكوبي رايت تقسم أيضا إلى قسمين: ليتراري وورك اللي هي الأعمال الأدبية، تشمل مثلا النوفلز، بوومز، بلايز، فيلمز and so forth، في حين إنه الأرتيستيك وورك الأعمال الفنية تشمل drawings, paintings, photographs, sculptures, نحت يعني and so forth. كل هذه تطلق أو تندرج تحت اللي هي الكوبيرايت. فهنا لو industrial property الملكيات الصناعية كثيرة جدا، ومنها على سبيل المثال الحصر patents اللي هي الاختراعات، trademarks, geographical indications, appellation of origin اللي هنا أو تسجيلات المنشأ، يعني industrial designs تصميمهم الصناعي، integrated circuits designs اللي هي تشمل integrated circuits يعني اللي هي دوائر، يعني كيف الأجهزة إلها مخططات، هذا اسمه integrated circuits design اللي هي تصميم اللي إلها علاقة بالأجهزة. trade secrets أسرار تجارية، competition strategies أيضا استراتيجيات المنافسة، and protection of new planet varieties يعني اختراع اللي هي في الزراعة هذه مزروعات جديدة وإلى آخره. هذا كلنا يطلق عليها industrial property. الآن intellectual property as a property، بصفتها هذا intellectual property أو intangible property هي عبارة عن ملكية. إذن it can be sold، مثل الملكية اللي traditional can be sold, can be bought، ممكن تشتري، can be rent، can be passed under a will and can be assigned، ممكن انت تعطيها تمنحها لحد ثاني. هذه ال intellectual property rights، هذه الحقوق او ما الحقوق يعني اللي بتكون للفرد او للمؤسسة في هذا ال intellectual properties. حقي هم حقيقةً راح تناولهم الحقين، والقانون أيضاً بيعالج هذول الحقوق الاثنين. الحق الأول حق في منع الآخر التمتع بالملكي، يعني واحد عمل مخطط خلاص أصبح ملكيته إله حقوقه زي ما شفناها قبل شوي، بقدر فيها بقدر أجر وهكذا. وبالتالي القانون يعني بعطي الشخص الفرصة إنه القاضي أي حد بتمتع في في هذا الملكية. اثنين، الحق في استغلال الملكية، انت تستغلها بطريقتك طبعا بالاستغلال المشروع. اذا الانتلكشوال بروبرتي للفرد بيصبح فيها حقوق اثنين، منع اللي هي الاستغلال الملكي، حقك انت تتصرف فيها في اطار المشروع. اثنين، الحق انه تمنع الاخرين في المتمتع بهذه الملكية اللي هي خاصة بك، مثل الجهاز اللي معك. الجهاز اللي معك شو الحقوق اللي لك؟ اولا الحق انك انت تستعمله طبعا استعمالك مشروع، تستغله بطريقه اللي انت تشوفها مناسبه.
الحق الثاني انه نمنع غيرك انه يخلو ليمنع، وايضا القانون راهي عالي هذول القضايا. اذا هاي القانون intellectual property law، قانون الملكية الفكري هو عبارة عن قانون اذا يعني بيحفظ الحقوق القانونية المرتبطة بالجهد الابداعي او بالسمعة او بالتجارة او بالشهرة، يعني بشكل عام قانون بضمن اللي هي intellectual property، بيحميها بيحمي هذا intellectual property. طبعا وهذا امر زي ما شفنا امر intellectual property امر مفتوح كثير، لكن على سبيل المثال الأعمال الأدبية والفنية والأفلام، وزي ما حكينا قبل شوي في لما تحدثنا عن intellectual property أنواعها، وبالتالي القانون بده يحمي هذا intellectual property. السؤال هو why protection، ليش نعمل ليش القوانين متشتتة في هذه الحالة؟ الإجابة بسيطة، إنه الحماية تحفز الأشخاص على الإبداع وتحفز على الاختراع وتحفز على يعني استمرار التفكير في الإنتاج الفني والإنتاج الأدبي وهكذا، لأنه لو ببساطة أي حد فينا بده يتعب ويحط جهد كبير، لأن الاختراعات والأعمال الأدبية يعني تعمل مثلا بيبر أو بحث بأخذ وقت كثير عبين ما تصل لنتائج. لو كان بالسهولة نسخها كان خلاص ليش المرة القادمة يتعب حاله، وبالتالي يؤدي إلى ضعف الإبداع، يؤدي إلى السماح بالنسخ يعني وبالنقل، يؤدي إلى ضعف الإبداع، يؤدي إلى التخلف بالاختصار. وبالتالي القوانين المهنية بالتطور والتقدم والازدهار دائما تحفظ هذه الحقوق لأصحابها. الآن السؤال بيطرح نفسه، هل يشترط تسجيل الملكية الفكرية أم لا؟ هناك نوعين من الملكية، نوع يشترط تسجيلها ونوع آخر لا يشترط تسجيلها من الناحية القانونية. النوع اللي لازم يكون يعني أو يشترط تسجيلها هي براءات الاختراع بيتنت، العلامات التجارية، التصاميم المسجلة والدومين نيمز. الدومين زي مثلا نقول ppu.edu، ppu هذا الدومين نيم يشترط أن يكون شماله مسجل، فيما الباقي لا يشترط أنها تكون مسجلة. طيب وين هذه بدها تكون مسجلة؟ هذا تكون مسجلة في وزارة الاقتصاد أو وزارة الصناعة، يعني في مكاتب مخصصة كل دولة بتعلن وين معلن في هيئة الاقتصاد الوطني التسجيل. هذا لا يشترط، لكن في القانون عندنا فلسطين اشترط فيها النشر. مثلا الكوبي رايت، اي واحد عمل في بحث مثلا الكوبي رايت شفناه كيف نوعه، اي واحد عمل تصميم او في بحث او في نوفل او في بوم او الى اخره اثناء هي اندر بروسينج يعني قيد الاعداد، القانون ما بيحميه، بيشترط النشر. لو كانت تعمل في بحث بتكون نشرته في واحد من الجيرنت او مؤتمر او الى اخره بصير كوبي رايت. الى لو واحد يعمل في تصميم معين يشترط أن يكون أوريدنتر. مثلاً داتابيز رايتس نعرف المؤسسات فيها داتابيز وبالتالي محمية بالقانون، هذا يشترط نشرها. مثلاً الشهرة والسمعة، يعني كل هذا سبيسيفيكيشنز المواصفات إلى آخره. نولج أيضاً لا يشترط أنه تكون مسجلة، لكن عند التقاضي يشترط إثبات أن هذه تعود ملكية هذا الشخص. نعم. الآن الاتفاقيات والقوانين الدولية اللي يعني تعالج قضايا الانتلكشوال بروبرتي، في مجموعة من الاتفاقيات الدولية مثلا باريس كونفنشن فور بروتكشن اوف اندستريال بروبرتي، بيرن كونفنشن فور بروتكشن اوف ليترال اند ارتستيك ورك، World Intellectual Property Organization WIPO، Copyright Treaty، اللي هذه طبعاً هذه إحنا من فلسطين نطبق فيها هي مختصة فيها، Trade Rate Aspects of Intellectual Property Agreements، TRIPS Patent Cooperation Treaty. جيد إن الواحد يكون على اطلاع فيه معنا فلسطين هذه المطبقة، الباقي جيد إن يكون الواحد لنا على اطلاع فيه فيما لو كان في قضية بين دول، بكتاب انه
يعني يكون عنده معرفة الدولة شو اللي بطبقه عندهم القوانين. وبدأ هاي بحكي لنا عن مثلا باريس كونفنشن، بحكي لنا عن بيرن كونفنشن، البيبو كوبرايت التريتي اللي هذا اللي كنا عن فلسطين يعني معتمدة واضح وتطبق أنظمتها. هي عبارة عن وكالة متخصصة من الولايات المتحدة التابعة للمتحدة، مهمتها هي تطوير نظام دولي متوازن وميسر بشكل ملكي في نظام مكافئ للذات، ويحفز الابتكار المساهم في التنمية الاقتصادية وصول المصلحة العامة. وتعتبر هذه المنظمة أهم مصادر بخصوص الملكية الفكرية. إذا هذه المنظمة يعني دائما بتسين القوانين لها علاقة بالملكية الفكرية. التريبس زي ما حكينا هذه كأيضا اتفاقية أخرى، بيتن كوبريشن تريتي كمان، بيتن كوبريشن تريتي كمان أيضا اتفاقية أخرى. الآن فلسطين، فلسطين الآن إحنا نوعا ما يعني نوعين حقيقة متعددين بين الضفة وقطاع غزة ما يتعلق بقانون قوانين الملكية الفكرية، يعني في بعض الاختلافات لكن القوانين تعطي الحد الأدنى، يعني تعطي الحد الأدنى من الحماية. طبعا في حين إعداد هذا البرزنتيشن يعني كان محتاج لها تكون فعلا حصلت على تطبيقات القانون اللي القانون الحديث اللي صدر في عام 2018 يعني ضمن إحقاق الحماية الملكية. طبعا هي مجموعة من القوانين المطبقة حاليا، هاي مثلا قانون حق المؤلف، قانون براءة الاختراع، سواء في الضفة أو في غزة موجود وبشكل أو بآخر موجود بعالجها. مثلا اللي هو الكوبرايت أكت سنة 2011 حقيقة تعدى في سنة في 2018 لبراجع فقرات 2018 نحن نلاقي موجود ويحمي الملكية الفكرية ويحميها من الاختراع، من الاختراع. نعم، أيضا بيشترط القانون الفلسطيني يعني أن يكون تدخل الأفكار بشكل مادي. هذه أعطيك مثال، مثلا على سبيل المثال يعد تحويل الرواية إلى عمل سينمائي، هذا يعد يعتبر مثلا نشر التصوير والتصميم في معرض، يعد يعتبر نشر العمل وهكذا. نعم، القوانين اللي عندنا كريمنال زي ما شفنا في قانون الجرائم الإلكتروني 2018 في نصوص واضحة بخصوص الشق الكريمنال الجزائي، أيضا السيفيل أيضا بعاني هذه القدر. الآن هناك استثناءات، مجموعة من الاستثناءات للإنتلكشوال بروبرتي، يعني القانون ما بيعاقب عليها، مثل الأعمال اللي تستعمل في الدراسات والأبحاث، شرط اللي هو إنه يعني the resources should be mentioned، إنه نذكر المصادر اللي إحنا تبنا من هذه الأفكار. مثلاً نعمل صور زيتية لتمثال موجود في مكان، يعني صور زيتية يعني رسم بإيدك بس مش بالفوتوغرافي، أو المباني، المباني ممنوع تصوير المباني وممنوع تصويرها بشكل هندسي، ممكن ترسم رسم زيتي. المختصين في الأرض بعرف شو الرسم الزيتي هو رسم بالإيد، يعني رسم بالإيد بشرط ما يكون التصوير بالموبايل أو ما يكون خلاص يجوز. نعم، ملخصات الصحافة، الاستخدام المادة الأدبية في المدارس أيضا يجوز، لا يعاقب عليها القانون. أيضا مثلا في المؤتمرات الصحفية، في المكتبات، في برامج الحاسوب والتعديلات وما إلى ذلك. نعم، الآن بالنسبة للبيتنت لو أيضا قانون اللي هو هذا مهم في الصناعة، بيحمي يعني الاختراعات، بيحمي الاختراعات، وهذا يعني بحصره في شخص وبعطيه حق الحرية في أنه يتصرف فيه، لكن بيشترط القانون الفلسطيني أن يكون هذا البيتنت أو هذا البيتنت مسجل في وزارة الاقتصاد الوطني، يعني في بنود لا شو بده يسجل، يكتب الاسم والكلام، وفي لا هيئة مختصة غير انه الاختراع اذا بيتم تسجيله. كذلك الامر التصاميم، اي تصميم، اي تصميم ممكن ايضا
القانون بيحمي، وهذه التصاميم يجب أن تكون أيضا كمان شمال مسجلة في وزارة الاقتصاد الوطني عندنا في فلسطين. التريد مارك أيضا القانون بيحمي العلامة التجارية، تعرفوا الشركات كل شركة لها علامة تجارية معينة تريد مارك اسمها، القانون بيحميها. الآن أي تزييف لهذا التريد مارك أيضا قانون بعاقب عليه. طبعا حسب الشروط العالمية إذا بدك تطلق تريد مارك على الأقل لازم يكون في بين أقرب تريد مارك إلى 8 فروق على الأقل، وتقدر تثبت إنه في بينهم 8 فروق. إذن أيضا ال protection business reputation and goodwill protection consumers from deceptions، إذن اللي goodwill والسمعة التجارية كل هالكلام شماله نحمي. الآن يعني بنختم هالآية الكريمة على قول المستقيم، ولا تقف ما ليس لك به إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. إذن يجب علينا الحفاظ على الانتلكشوال بروبرتي، إذا إحنا حابين نتطور ونزدهر ونتقدم للأمام لازم نحافظ على الحقوق في الانتلكشوال بروبرتي لأصحابها، عشان نحفزهم إنهم شمالوا يعني يستمروا في إبداعاتهم وفي إنتاجهم البحثي والتطويري. يعني بتمنى إنه نكون غطينا الموضوع من كل جوانبه، موضوع واسع وطويل، لكن حبينا نعمل هاللمحة البسيطة عن الانتلكشوال. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.